أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 53. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي المواد الفلسفية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة يكون في ضيافتنا في المواد الفلسفية الأستاذ محمد عبد الحميد. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا مستر أحمد. شرفنا وشرفنا كالعادة. وصباح الخير على كل الطلبة اللي بيشاهدونا، وان شاء الله اتمنى لهم كل الخير والتوفيق، وان شاء الله تبقى حلقه مفيده ان شاء الله، يعني ان شاء الله نقدر بيها نوصل لهم معلومه كده تبقى بسيطه ويقدروا يستعملوها في ان احنا نقدر ان شاء الله نتعامل مع شكل الاسئله اللي انا شايفها بسيطه ان شاء الله وسهله، ان هي بقت قايمه على الفهم اكتر من الحفظ. جميل. طالما هي قايمه على الفهم يبقى ان شاء الله احنا مش هنبذل مجهود كبير في فهم المعلومه، لان المعلومات كلها بسيطه ان شاء الله وسهله ونقدر نتعامل معاها ان شاء الله. ان شاء الله. ايه الفرع اللي هنتناقش فيه النهارده؟ ان شاء الله النهارده احنا هنتكلم على فرع مهم جدا وبسيط وممتع اسمه فرع المنطق. جميل. سهل، لان في حياتنا اليوميه احنا بنستعمل المنطق اصلا في كل حاجه. جميل. قايم على الاستدلال والاستنتاج في ابسط امور حياتنا احنا كلنا، حتى من غير ما اكون درست علم المنطق، او مش محتاج ان انا ادرس علم المنطق عشان اكون انا بستعمل قواعده او بطبقه في حياتي. تمام. لان في النهايه علم المنطق ده هو علم قواعد التفكير السليم. فاي انسان بيفكر بشكل كويس او اي انسان بيفكر بشكل سليم بيكون او بنقدر نقول عليه انه بيستعمل قواعد المنطق. جميل. دون دراسه او حتى دون درايه، يعني من غير ما يعرف. ابسط مثال عندي مثلا ربه المنزل، ممكن ما تكونش متعلمه او اي حاجه، في كل حاجه في حياتها ممكن تقدر تستعمل كلمه الاستدلال اللي هي اهم موضوع من موضوعات علم المنطق. لما ننسى يعني مثلا لو ربه المنزل دي بتنزل السوق تشتري منتج معين او حاجه معينه. جميل. فممكن تقابل جارتها وتقول لها ده كل الاسعار ايه مثلا ارتفعت او كل الاسعار انخفضت. فربة المنزل بتستنتج او بتستدل ان المنتج اللي هي راح تشتريه من السوق هو كمان برضو ايه ارتفع او انخفض سعره حسب المقولة اللي جارتها قالتها لها. مظبوط. فده استدلال، والاستدلال في حد ذاته اهم موضوع من مواضيع المنطق. فان شاء الله النهاردة كده نعرض الكلام ده على السبورة ويكون اضافة بس برضو لايه لطلابنا. ان شاء الله. حلقة موفقة ان شاء الله. ربنا يخليك يا مستر. توفيق. ربنا يخليك. تفضل.
الأول بس كده طبعاً إحنا بنتكلم على فرع المنطق. أول فصل معايا اسمه الاستقراء وتطبيقه في العلوم الطبيعية. بس قبل ما نتكلم يا مستر أحمد على درس أو الفصل الأول وخصوصاً المنطق والاستدلال، حبايبي اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي لازم في أكتر من مصطلح أو أكتر من مفهوم، أنا كطالب لازم المصطلحات دي اللي أنا هكتبها على السبورة أعرف الفرق بينها، لأن المصطلحات دي أنا هسند عليها في دراسة كل فروع المنطق أو كل فصول المنطق اللي معايا السنة دي في المنهج. مهمين جدا المجموعة من المصطلحات اللي أنا هكتبها على السبورة، لأن كل فصول المنهج السنة دي أو المنطق معايا في ثالثة ثانوي السنة دي قايمين على كل المصطلحات دي. طيب زي أي مستر أحمد، أول مصطلح معايا رقم واحد كلمة المنطق. لازم أكون فاهم وعارف معنى كلمة المنطق إيه. جميل. دي أول حاجة. الحاجة التانية برضو اللي لازم أفرق بينها وبين المنطق كلمة القضية. طيب يبقى أنا كده بتكلم على رقم واحد المنطق، ورقم اتنين اللي إيه؟ القضية. القضية. ورقم تلاتة حاجة تانية اسمها الحجة، ودي في غاية الأهمية. الطالب السنة دي لازم يعرف الفرق ما بين كلمة القضية وكلمة الحج. زائد بقى الموضوع الأساسي اللي هو أهم موضوع من موضوعات علم المنطق اللي الدرس بتاعنا عليه النهاردة، هو كلمة أو مصطلح الاستدلال. يبقى أنا قدامي أربع مصطلحات أو أربع مفاهيم لازم أفرق منهم بشكل إيه؟ بشكل واضح، عشان أنا هسند على المصطلحات دي في دراسة الباقي المنهج السنة دي. جميل. المنطق، القضية، الحجة، الاستدلال. طيب تعالى بس نمسك كده بالراحة الأول حبايبي اللي بيتفرجوا عليا، منطق يعني هو مش جديد بالنسبة له، لأن المنطق ده هو درسه في تانية ثانوي. بس السنة دي أنا بقول له إن المنطق ده تتعدد تعريفاته. يعني إيه تتعدد تعريفاته؟ يعني علم المنطق له أكتر من تعريف. من تعريف. أهم تعريف من تعريفات علم المنطق إن علم المنطق هو علم الاستدلال. جميل. المنطق هو أهم تعريف من تعريفات علم المنطق، والتعريف الأكثر قبولاً إن هو علم الإيه؟ الاستدلال. الاستدلال. طيب اللي بيتفرج عليا دلوقتي بيقول لي طب يعني إيه استدلال؟ أنا هجي له هنا وأقول له الاستدلال يعني إيه، لأن هو ده موضوع الحلقة بتاعتنا، المنطق والاستدلال. جميل. يبقى ممكن أنا أصيغ ده أو أعمل عليه سؤال دايماً في أي جملة أو في أي مثلاً في أي مادة، مش لازم المنطق أو فلسفة يعني. أنا لما أشوف جملة قدامي أنا عشان الجملة دي أفهمها أو المعلومة اللي مكتوبة قدامي على السبورة أفهمها، أنا كطالب أقدر أحول المعلومة دي في دماغي كده وأنا قاعد بذاكر أو قاعد بسمع المدرس أحولها لسؤال صح وغلط. يعني أنا مثلا هاجي أقول صح ولا غلط مع التعليم، لعلم المنطق تعريف واحد، أنا لسه كاتب هي تتعدد تعريفات المنطق، لعلم المنطق تعريف واحد طبيعي جدا أقول غلط، لأن لعلم المنطق عدة تعريفات أو تتعدد تعريفات، منهم هو علم الإيه؟ الاستدلال. طيب هو في سنة تانية ثانوي برضه خد مفهوم قديم شوية السنة اللي فاتت، قال له إن علم المنطق ده هو العلم الذي يدرس المبادئ العامة أو القواعد الأساسية. لإيه يا مستر أحمد؟ للتفكير السليم أو للتفكير الصحيح. يعني بمعنى أصح إن المنطق ده هو علم بيعلم الإنسان اللي بيدرسه إزاي يفكر بشكل إيه؟ صح. صح أو بشكل سليم. جميل. طيب ماشي. طب هو خد تعريف في تانية ثانوي قال له إن المنطق هو علم دراسة القواعد أو المبادئ الأساسية أو العامة للتفكير السليم أو للتفكير الصحيح. والنهاردة أنا بزود له برضو تعريف تاني وبقول له إن المنطق هو علم الإيه؟ الاستدلال. زائد طبعاً يعني إيه علم استدلال؟ هنقول حالاً هنا كده. طيب زائد إن المنطق ده برضو هو العلم الذي يدرس المبادئ والمناهج المستخدمة في ايه يا مستر احمد؟ في التمييز. وما دام قلت كلمه تمييز يبقى كده هميز بين كام حاجه؟ حاجتين. يبقى علم الاستدلال ادي رقم واحد، انا باكد على الجمله اللي بيقول لي تتعدد تعريفات علم المنطق. قلنا رقم واحد هو علم الايه؟ الاستدلال. ورقم اتنين هو عنده تعريف في سنه كام؟ تانيه ثانوي، خدها السنه اللي فاتت. طيب رقم ثلاثه بقول له ان علم المنطق ده بيدرس المبادئ والمناهج المستعمله او المستخدمه في التمييز بين التفكير الاستدلالي الصحيح، وعن اقدر اميز عن التفكير الاستدلالي الصحيح ده عن التفكير الاستدلالي الغير صحيح. صحيح. طيب يبقى انا بميز بين تفكيرين، تفكير صحيح وتفكير غير صحيح. غير صحيح. طب ما تديني مثال كده يا مستر على اي حد في الواقع ممكن بيستعمل قواعد المنطق اللي بيها بيميز بين التفكير الاستدلالي الصحيح ده عن التفكير الاستدلالي الغير صحيح. انا ممكن اقول مثال الطالب نفسه. الطالب نفسه لما بيبقى يفاهم المعلومه وقدامه اختيارات في النظام الجديد
ويبدأ يستدل عن بالمعلومة اللي هو فاهمها ديت إيه الإجابة الصح وإيه الإجابة الخطأ. أو مش الطالب وبس، ممكن أقول القاضي. القاضي لما يبقى قدامه قضية عشان يحكم فيها بشكل سليم بيستعمل قواعد التفكير السليم اللي يقدر يميز ما بين الأدلة السليمة اللي هتأكد الحكم اللي هو هيصدره وما بين الأدلة الغير سليمة اللي ممكن تبقى تتعارض مع الحكم اللي هو هيصدره أو هيقوله. زي الضابط في تحرياته، الضابط ده لما بيجي يعمل تحريات بيجمع مجموعة من المعلومات عن الحاجة اللي هو بيتحرى عنها، عنده معلومات لها علاقة بالقضية ديت وعنده معلومات تانية ما لهاش علاقة بالقضية، فبيستبعد المعلومات اللي ما لهاش علاقة وبيبقي على المعلومات اللي لها علاقة أكتر من حاجة. زي الطبيب، الطبيب لما بيجي يطلب من المريض مثلا يعمل تحاليل أو أشعة، التحاليل دي هتبين له إيه المرض ده عشان يقدر يشخصه ويكتب له ليه العلاج. أنا أقدر أستعمل قواعد المنطق دي في حياتي اليومية دون علم أصلا، دون دراسة. طب لو أنا طالب والسنة دي مثلا في تانية ثانوي وامتحنت وخلصت الامتحان وخدت الأجازة بتاعتي وطلعت مثلا أصيف، جميل. طبيعي جدا أنا يعني قاعد على الشط وبتصفح الفيسبوك لقيت طالب صاحبي مثلا أو من أصدقائي أنا نجحت الحمد لله، هستدل كده من الحاجة اللي أنا شفتها ديت على إيه؟ إن النتيجة طلعت بس أنا ما أعرفش نتيجتي. مظبوط. فبتصل مثلا بمستر محمد ده مدرس معايا في المدرسة، يا مستر هي النتيجة طلعت؟ فبقول له أيوة، هو لسه ما عرفش النتيجة بتاعته. فبقول له كل طلاب المدرسة ناجحين، يبقى هيسأل يقول هو كمان أنا نجحت ولا لا، ولا هيفرح خلاص هو كده بيستنتج وبيستدل. يبقى أنا ممكن يا مستر يا مستر أحمد إن أنا استعمل قواعد المنطق دون دراسة، مش لازم أكون درست علم المنطق، دون دراية من غير ما اعرف ان انا بستعمل قواعد علم المنطق، مجرد ان انا بفكر بشكل سليم واقدر اميز ما بين التفكير الاستدلالي الصحيح عن التفكير الغير صحيح، ده استعمال في حد ذاته القواعد علم الايه؟ المنطق. المنطق زي بالظبط الاتحاد الافريقي كده. الاتحاد الافريقي لكره القدم عمل معيار. جميل. ايه المعيار ده؟ ايه المعيار او ايه الحاجه اللي لما النادي ده يوصل لها او يحصل عليها يبقى بطل القرن الافريقي؟ الاتحاد الافريقي حط معيار هو الحصول على اكبر عدد من النقاط. تمام. بعد عن حته الايه؟ البطولات، خلاص يا جماعه احنا عندنا معيار، اللي هيوصل للمعيار ده هو الحصول على اكبر عدد من النقاط. اول نادي هيحصل على اكبر عدد من النقاط النادي ده هيبقى نادي القرن. نادي القرن في ايه؟ في القاره بتاعتنا او في القاره الافريقيه. تمام. طب لما نرجع للواقع ونلاقي ان النادي الاهلي هو اللي حصل على اكبر عدد من النقاط، يبقى انا محتاج اروح اشوف بقى واسال الاتحاد الافريقي هو مين نادي القرن ولا بطبيعه الحال خلاص؟ لان انا عندي معيار واحد اساسي بيقول لي من يحصل على عدد اكبر من النقاط هو نادي القرن. في استنتاج بقى، في استنتاج جاي لحضرتك، وفي استنتاج ده جاي لحضرتك من جوه من الكنترول. اوعى تكون زملكاوي. زملكاوي. المعيار هنا ان انا بحصل على اعلى عدد من النقاط. ممكن يكون في فتره من الفترات ان في نادي عنده اكبر عدد من او عنده بطولات اكبر من نادي الاهلي، بس مش ده المعيار. جميل. فبشكل منطقي يا جماعه وبشكل مقنع اهو وبالمنطق ان الاهلي هو ايه؟ نادي القرن. نادي القرن. طيب يبقى المنطق تتعدى التعريفات، وانا عايز بس الطالب يبقى مركز ويقول لي ان انا مثلا الكلام ده يا مستر احمد هيجي عليه امتحان او السؤال في الامتحان هيجي ازاي؟ هو الكلام ده مش هيجي اقول لك مثلا يعد العلم نقط، هو علم الذي يدرس المبادئ او المناهج المستخدمه في التمييز بين التفكير الاستدلالي الصحيح عن الغير صحيح. الكلام ده مش هيجي كده، مش هيجي بشكل مباشر كده. لا، انا هقول مثال زي اللي انا قلته على الطبيب، مثال على القاضي، مثال على الضابط. خلاص كده. مثال لو انا مثلا طالب وبكتب موضوع تعبير، وازاي في موضوع التعبير بتاعي ده استعمل جمل توصل الفكره بتاعه موضوع التعبير. يعني مثلا بتكلم على موضوع التعبير عن التلوث، عن الارهاب، عن العنف مثلا، عن اي موضوع مثلا في البيئه بتاعتي او في المجتمع بتاعي، لازم يكون عندي نوع من انواع الجمل اللي بيها اقدر اعبر عن الموضوع. يعني ما اجيبش مثلا جمله ليها علاقه بالرياضه والموضوع بيتكلم عن الايه، عن الارهاب او العنف. كل ده اسمه التمييز بين التفكير الاستدلالي الصحيح والغير صحيح. صحيح. ساعتها اختار كلمه المنطق من الايه، من الاختيارات. الاختيارات اللي قدامنا او الاربع نقط اللي قدامنا هي هتبقى برضو في الامتحان هيجيب لي الجمله قدامي ويقول لي اختار رقم واحد المنطق ولا رقم اتنين القضية ولا رقم ثلاثة الحجة ولا رقم اربعة الاستدلال. فالكلام ده هيتحول لمثال زي اللي احنا قلناه، ونبدأ بعد كده نقول للطالب اختار. وفي اخر الحصة ان شاء الله النهاردة وفي اخر المحاضرة بتاعتنا هنبدأ نطبق الكلام ده عملي بالاسئلة اللي معنا ان شاء الله. جميل.
طيب رقم اتنين القضية. القضية اللي أنا كاتبها طبعا طالب تالتة ثانوي أدبي فاهم إن القضية دي مش القضية اللي هي في المحكمة أو اللي القاضي بيحكم فيها وكده، لا طبعا. القضية في المنطق هي جملة خبرية. جملة يا جماعة؟ خبرية. خبرية. طيب طبعا حبايبي اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي أو اللي بيشاهدونا فاهمين يعني جملة خبرية، يعني أنا بقول خبر عن موضوع لأنه واخد تكوين أو مراحل تكوين القضية المنطقية في سنة كام؟ في تانية ثانوي. بس لازم يفتكرها السنة دي كويس جدا لأنه هيبني عليها حاجات كتير جدا في المنهج بتاعه، فلازم يفتكرها. تمام. القضية هي جملة خبرية. طيب ليه المنطق مستر أحمد اعتمد أو اهتم بالجملة الخبرية بس مع إن في عندي عبارات إنشائية؟ قالك لأن الجملة الخبرية دي تحتوي على خبر. تحتوي على إيه؟ خبر. خبر. فأي خبر في الكون أقدر أقول عليه يا إما صادق يا إما إيه؟ كاذب. لكن العبارة الإنشائية لما أجي أقول ما أجمل النادي الأهلي، ده إيه ده؟ ده مش جملة خبرية، ما أقدرش أقول عليه صادق ولا أقول عليه كاذب. خلاص؟ ده يعني ده تعجب. ما أجمل النادي الأهلي، ما أعظم النادي الأهلي. أنا ما بقولش خبر، ده أنا بقول أو بعبر عن وجهة نظري أنا. لكن إيه الخبر أو الجملة الخبرية؟ ليه المنطق بقى مهتمش بالعبارات الإنشائية؟ لأن العبارات الإنشائية لا تحتوي على خبر. جميل. فلذلك لا نستطيع أن نحكم عليها بالصدق أو بالإيه؟ الكذب. أو بالكذب. لكن عشان كده المنطق اهتم بالجملة خبرية اللي فيها خبر ونقدر نحكم عليها بالصدق أو الكذب. زي بالظبط كده لما أجي أقول مثلا النادي، أنا عارف إن المخرج ممكن يزعل مني بس معلش، النادي الأهلي هو نادي القرن. تمام. النادي الأهلي ماله؟ لسه هو أنا بقول عن النادي الأهلي خبر. هو نادي القرن. دي جملة خبرية مش عبارة إنشائية. ما قلتش ليت يكون النادي الأهلي مثلا إيه؟ بطل القرن. لا، ده أنا قلت النادي الأهلي ماله؟ بطل القرن. قلت لك خبر. هرجع للواقع واشوف كده واخش على موقع الاتحاد الافريقي. لو لقيت الجمله اللي انا قلتها لك دي صحيحه تطابق الواقع يبقى صادق، هتبقى صادقه. لو لقيتها هي طبعا تطابق الواقع، لو لقيتها على يافطه في الشارع. لا 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 لا، اليافطه اللي في الشارع ديت انا ممكن اعمل يافطه في الشارع واقول ان النادي الاهلي ده نادي القرن الافريقي والاوروبي وال جميل. لكن انا هروح للمصدر نفسه، للواقع بقى. الواقع ده مش اللي هو السور واحط عليه يافطه. لا أكيد. الواقع اللي هو المكان المسؤول عن الكلام ده، النادي الاهلي هو نادي القرن، فاروح للاتحاد الافريقي هلاقي الكلام ده مطابق للواقع، طبعا هيبقى ايه؟ صادق. صادق. لقيت حاجه غير كده والكلام ده غير مطابق للواقع يبقى الكلام ده كاذب. كاذب. دي القضيه المنطقيه مستر احمد في المنطق. جمله خبريه وليست عباره انشائيه. لان المنطق لا يهتم بكل انواع الجمل، هو بيهتم بالجمله الايه؟ الخبريه بس، عشان سبب بسيط جدا ان فيها خبر، خبر. واقدر احكم على الخبر بالصدق او بالكذب. جميل. طب ايه الحجه؟ لازم نفهم دي بقى مهمه جدا جدا. لان دي قايمه عليها دراستنا السنه دي كلها. جميل. كلمه الحجه دي، الحجه اذا كانت القضيه جمله خبريه، الحجه هي مجموعه من القضايا. طب جميل، كان لازم اقول لك يعني ايه قضيه عشان لما اجي اقول لك ان الحجه هي مجموعه من القضايا. هي عندنا السنه دي بقى او تعريف القضيه مش موجود في المنهج، بس لازم انا قلت لك في بدايه المحاضره او في بدايه الحلقه بتاعتنا ان في مجموعه من المصطلحات لازم انا اكون عارفها عشان هسند عليها وانا بتكلم او انا بشتغل وبدرس المنطق بتاع. كله. الحجه مجموعه قضايا. جميل. طيب يعني جمل خبريه. طيب مجموعه قضايا دي مقسومه جزئين. نتيجه واحدة والباقي مقدمات. نتيجة واحدة والباقي ايه؟ مقدمات. طيب ما تقول لي كده مثال لحجة يا مستر. هاجي اقول لك مثلا كل انسان فين. دي في المنطق قضية. جميل. هرجع للواقع، طبعا كل انسان فان صادقة. لو لقيت انسان مخلد تبقى كاذبة. لكن الكلام ده طبعا يطابق الايه؟ الواقع. فكل انسان فان دي في المنطق مش حجة، كل انسان في المنطق دي ايه؟ قضية. مظبوط. طب لما اجي اقول محمد انسان، محمد انسان برضو لوحدها مش حجة. تمام. لان دي قضية. جملة خبرية صادقة. ايه اللي بيحدث؟ كل انسان فان، محمد انسان، اذن محمد فان. محمد فان. جميل. برضو محمد فان لوحدها دي قضية. لكن التلاتة على بعض كونوا لي حجة. حجة. كونوا لي ايه؟ حجة. حجة. طيب اذا كنت انا بقول، عشان كده انا بقول لك ان الحجه هي مجموعه من القضايا، ادي قضيه ودي قضيه ودي قضيه، ممكن بقى يبقوا 50 قضيه، ممكن يبقوا 20 قضيه،
المهم ان هي نتيجه واحده. فين النتيجه اللي هي تحت دي؟ دي نتيجه. نتيجه واحده والباقي مقدمات. يعني لو انا عندي 10 قضايا هيبقى في 9 مقدمات وايه؟ ونتيجه واحده. لو عندي 5 قضايا 4 مقدمات ونتيجة. لو عندي 3 قضايا مقدمتين ونتيجة. طيب يبقى لو انا كنت بقول على القضية صادقة او كاذبة، حكم القضية في المنطق صادقة او كاذبة، لان القضية جملة ايه؟ خبرية زي ما احنا اتفقنا. يا ترى الحجة برضو صادقة او كاذبة؟ قال لك لا، الحجة دي ممكن احكم عليها بطريقتين. بالطريقة الاولى بقول عليها يا اما حجة صحيحة يا اما حجه غير صحيحه. وممكن استعمل مكان كلمه غير صحيحه دي اقول عليها يا اما فاسده يا اما باطله. طيب جميل. في نوع تاني من انواع الحجج بقول عليه يا اما حجه قويه او حجه ضعيفه، يا اما حجه ايه؟ ضعيفه. جميل. طيب المنطق بيهتم بالحجج طبعا. مين اللي بيميز في المنطق زي ما احنا اتكلمنا كده الاستدلال الصحيح والاستدلال الغير صحيح؟ مين اللي في المنطق او مين او ايه الفرع اللي في المنطق اللي بيهتم بالتمييز بين او اللي يهتم بالتمييز بين الحجه الصحيحه والغير صحيحه؟ ده اسمه منطق استنباطي. منطق يا مستر احمد استنباطي. يبقى لما اجي اقول للولد اختر الاجابه الصحيحه، المنطق الاستنباطي يميز بينه واجيب له في الاختيارات الحجه الصحيحه او غير الحجه الغير صحيحه، الحجه الصحيحه والغير صحيحه، الحجه القويه والضعيفه. طبعا اختار لازما الحجه الصحيحه والغير ايه؟ صحيحه والغير صحيحه. طب مين اللي بيميز ما بين الحجه القويه والضعيفه؟ ده منطق تاني، نوع تاني اسمه المنطق الاستقرائي. طبعا كل ده هنقول طبعا معناه كمان شويه كده. جميل. يبقى المنطق الاستنباطي بيميز ما بين الحجه الصحيحه والغير صحيح. صحيحه. والمنطق الاستقرائي يميز بين الحجه القويه والحجه الضعيفه. طب تعالى نقول اسئله صح وغلط، ضع علامه صح او علامه خطا، والطالب وهو بيذاكر برضه شغال نفسه، مش لازم المدرس يقول كل حاجه. في حته في علم النفس الدور الايجابي للمتعلم. انا هو النظام الجديد ده هدفه ايه يا مستر احمد؟ ان الطالب يشتغل. لان الطالب لو بذل مجهود اكبر، يعني الطالب طول عمره كان متلقي سلبي والمدرس هو اللي بيلقنه. لكن النظام الجديد الغرض منه او الهدف الاساسي ان الطالب يشارك ويبقى الطالب له دور ايجابي. طالما الطالب بيبذل مجهود اكبر كل ما تحصيله بيبقى اعلى وبيبقى افضل. زي بالظبط محمد صلاح مثلا. محمد صلاح ما التزمش بس بالتدريبات اللي بيحصل عليها من المدرب ويروح بيته زي باقي اللعيبه، لا ده محمد صلاح اكيد زود عنده دور ايجابي اكتر. مظبوط. بيخلص التدريب وبعد كده بيروح الجيم يتدرب هو يزود هو، عشان كده وصل لمكانه ايه؟ اعلى من باقي الفريق. فالطالب لازم برضه يشغل نفسه، واي حاجه يعبر عنها بصيغه صح وايه؟ وغلط المعلومة بتثبت وبتبقى أقوى. يبقى صح وغلط المنطق الاستنباطي يميز بين الحجة القوية والضعيفة؟ غلط. خطأ. المنطق الاستقرائي يميز بين الحجة الصحيحة والباطلة؟ خطأ. غلط. لأنه عنده المعلومة الأساسية الاستنباطي ما بين الصحيحة والغير صحيحة، والاستقرائي ما بين القوية والضعيفة. تمام. يبقى احنا قلنا المنطق تتعدى تعريفاته. منهم هو علم الإيه؟ الاستدلال. وده أهم تعريف من تعريفات المنطق، وده أصلاً التعريف الأكثر قبولاً. وده أهم موضوع من موضوعات علم المنطق هو علم الاستدلال. جميل. طب إيه الاستدلال ده بقى مستر أحمد؟ الاستدلال ده احنا بنستعمله في حياتنا اليومية. يعني أنا لو أي حد أنا يعني أنا ما بستغربش هو ليه الولد الجميل اللي واقف ورا الكاميرا دلوقتي ده هو بيعمل كده ليه وبيحرك الكاميرا؟ أنا مش محتاج أسأل، لأن لو بتكلم بشكل منطقي أو بستدل على إن ده استوديو وده برنامج، فطبيعي جدا ومنطقي جدا إن يبقى فيه مصور وكاميرا ومخرج. تمام. الاستدلال موجود في حياتنا في كل كبيره وصغيره. انا بستدل مثلا على ان انا البس ايه النهارده، يا ترى الجو برد ولا الجو مثلا معتدل. فانا مش عارف، فبفتح الشباك كده ببص، لو لقيت يعني في السماء كده سحب وهواء فبستدل طبعا انا فاتح بس الايه الستاره كده وببص من الشباك. بستدل من رؤيه السحب والهواء وتحرك الشجر مثلا ان الجو برد شويه. لو بستدل لو مثلا شفت ان السماء صافيه والشمس ساطعه كده بستدل ان الجو ايه؟ دافئ او الجو كويس. الاستدلال موجود في حياتنا. طب ايه الاستدلال يا مستر احمد؟ قال لك هو عمليه عقليه. عمليه ايه؟ عقليه. عقليه يعني العقل هو اللي بيشتغل. عمليه عقليه نستخلص او نستنتج. نستخلص او ايه؟ نستنتج من خلالها النتائج.
كل حاجة في حياة الإنسان هي قايمة على الاستدلال. عملية عقلية نستخلص من خلالها النتائج. لو أنا طالب وعايز من والدي فلوس مثلا أشتري موبايل أو أشتري جراب، فوالدي قاعد فباين على وجهه علامات الغضب. هقول له هات فلوس؟ أكيد لا. لا طبعا، أنا استنتجت واستدلت من تعبيرات وجه والدي إن هو عنده إيه؟ غضب. فلو أنا ما يعني ده استدلال. عملية عقلية عملتها استخلصت منها نتيجة إن ما ينفعش أتكلم معاه دلوقتي. طبعا. زي الطالب بالظبط لما بيجي يقعد قدام أي سؤال أو يحل السؤال وقدامه الاختيارات الأربعة بيشتغل وعقله بيستنتج ويستخلص النتيجة المطلوبة. زي مدرس الرياضة. يقول لك المعطيات 1 2 3 4، استخلص استنتج المطلوب أو البرهان. فكل حاجة في حياتنا هي قايمة على الاستدلال. يبقى أنا لازم أكون ميزت ما بين الأربع مفاهيم دي، لأن هم دول الأربع مفاهيم الأساسية اللي معانا في المنطق اللي هندرس أو اللي الطالب يعتمد عليهم في دراسته لكل منهج المنطق. كلمة الحجة وكلمة الاستدلال علماء المنطق بيستعملوها بشكل تبادلي. يعني لما أجي أقول كل إنسان فان، محمد إنسان، محمد فان، بقول عليه استدلال برضو. أنا استدليت من القضيتين دول اللي اسمهم مقدمات على النتيجة دي. شوف أنا عملت إيه؟ عملية عقلية، عملية عقلية استخلصت من خلالها نتيجة. لأن دي اسمها إيه؟ نتيجة. فعملية عقلية نستخلص من خلالها نتيجة أو النتائج. فعلماء المنطق في معظم الأوقات بيستعملوا مصطلح الحجة ومصطلح الاستدلال بطريقة تبادلية. طبعا ممكن أجي أقول لك برضو صح وخطأ مع التعليل أو اختار الإجابة الصحيحة. هل العلاقة ما بين أو علماء المنطق بيستعملوا الحجة والاستدلال بطريقة تبادلية تبقى العبارة إيه؟ العبارة طبعا صح، مع إن في فرق بينهم، إن الحجة مجموعة من القضايا وإن الاستدلال عملية عقلية نستخلص من خلالها النتائج. الموضوع الأساسي بتاعنا بتاع المحاضرة بتاع النهاردة هو الاستدلال. تمام. اللي احنا اتكلمنا عليه حالا وقلنا إن الاستدلال عملية عقلية نستخلص من خلالها يا مستر احمد النتائج، بستدل بناء على المعلومات اللي انا بحصل عليها. جميل. وكأني يا مستر احمد بقول ان الاستدلال هو الانتقال من المعلوم للمجهول. يعني مثلا لو قدامي شباك وانا رأيت دخان، الدخان بالنسبة لي مجهول ولا معلوم؟ لان انا شايفه معلوم. معلوم. ايه اللي مجهول؟ مصدر الدخان. لما برى او لما عند رؤيتي للدخان من الشباك بستدل على وجود حريق نار تحت. نار. تمام. النار انا مش شايفها، النار بالنسبه لي مجهول. جميل. لما عملت عمليه عقليه من رؤيتي للدخان استنتجت ان في نار، ده كده اسمه استدلال او الانتقال من المعلوم للمجهول. لما الطالب سال المدرس وقال له هل كل الطلاب ناجحين يا مستر؟ قال له ايوه يا ابني كل الطلاب ناجحين. كل الطلاب ناجحين بالنسبة للطالب هي معلومة هو عارفها من المدرس، مصدرها مين؟ المدرس. فبينتقل لنتيجته اللي مجهولة. خلاص بما أن كل الطلاب ناجحين يبقى أنا كمان إيه؟ ناجح. يبقى الاستدلال هو العملية العقلية التي نستخلص من خلالها النتائج. ده في غاية الأهمية. طب الاستدلال يا مستر أحمد كم نوع؟ قال أنا عندي نوعين، رقم واحد الاستدلال الاستنباطي أو استنباط. يبقى رقم واحد اسمه ايه؟ استنباط. استنباط. ورقم اتنين الاستدلال الاستقرائي او الاستقراء. جميل. يبقى انا عندي نوعين كده من انواع الاستدلال، رقم واحد استنباط ورقم اتنين استقراء. طيب قبل ما اكتب بقى تعريفاتهم وافرق بينهم، الافضل تعالى نقول امثله واحنا من الامثله نطلع الفرق بينهم والتعريفات. جميل. طيب لما اجي اقول مثلا المثال الدارج والمثال البسيط جدا عشان نفهم، لما اجي اقول كل انسان فين؟ دي قضية. جميل. صادقة أو كاذبة مش مشكلة. تمام. خلاص؟ لكن دي قضية عامة ولا خاصة؟ كل إنسان. دي حالة إيه طبعاً يا مستر أحمد؟ عامة. كل إنسان فين؟ قضية عامة وحالة عامة. وبقول بقى تحتيها في القضية رقم اتنين ده محمد ده إنسان. دي برضو قضية. الاتنين دول اسمهم مقدمات. بستنتج طبعا وبستدل من المقدمتين دول على ان محمد فين. تمام. تعال نحول ده، ده اسمه استنباط. تعال نحول ده للاستقراء. لما اجي اقول محمد انسان فين واحمد انسان فين وانس مثلا انسان فين، كفايه كده لان انا قلت لك ان الحجه هي مجموعه من القضايا، المهم ان يبقى في نتيجه واحدة والباقي مقدمات.
هستنتج من ده ايه؟ محمد انسان فان، واحمد انسان فان، وانس انسان فان. انا لو قعدت اقول او لو فضلت اقول ان انا كل البشر او كل او جبت كل انسان باسمه هقدر، بس طبعا صعب شويه. فنستنتج من ده اذا ان كل انسان فان. ايه الفرق بين الاثنين؟ طبعا كل انسان فين دي احنا قلنا ان هي حاله ايه؟ عامه. طب محمد انسان دي حاله خاصه، واحمد انسان دي حاله خاصه، وانس انسان دي حاله خاصه، وكل انسان فان دي حاله عامه. طب محمد انسان دي حاله خاصه، ومحمد فان دي حاله خاصه. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا الانتقال بتاعي، شوف يا مستر احمد، الانتقال انتقلت من العام للخاص. هنا انتقلت من العام الى الخاص، جميل. وهنا انتقلت بشكل عكسي، الانتقال من الخاص الى العام، ادي الخاص اهو، انتقلت منه للايه؟ للعام. وهنا انتقلت من العام الى الخاص. للخاص. هل محمد فان ده اكبر من كل انسان ولا اقل؟ اقل. اقل طبعا. جميل. لان انا حكمت هنا على كل انسان، وهنا طبعًا الحكم على محمد بس. تمام. يبقى الاستنباط والاستقراء الاثنين السير الفكري فيهم عكس بعض. لان ده سؤال في غايه الاهميه، ويجي يقول للطالب ده علامه صح برضه او علامه خطا. السير الفكري في كل من الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي مترادف؟ خطأ. عباره غلط. لان الاستنباط هو الانتقال من العام للخاص، للخاص، والاستقراء الانتقال من الخاص للعام. طب تعالى برضو يا مستر احمد ناكد المعلومه بمثال تاني عشان برضو عايزين نبين المعنى التاني لكلمه الاستنباط والمعنى برضو التاني لكلمه الاستقراء. اتفقنا ان كلمه الاستنباط هي الانتقال من العام للخاص. لازم المقدمه الاولى تبقى حاله عامه. جميل. حاله كليه. لان انا عندي قاعده في المنطق اسمها ايه؟ ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء. الجزء. ما ينطبق على الكل ينطبق على ايه؟ الجزء. على الجزء. لما اجي اقول مثلا كل المعادن تتمدد بالحراره، دي حاله عامه ولا حاله خاصه؟ عامه. كل المعادن تتمدد بالحراره، حكمت على كل المعادن ان هي بتتمدد بالحراره. بالحراره. طبيعي جدا ان الحديد معدن. معدن. نستنتج ان الحديد يتمدد بالحرارة. طيب جميل. هل كل المعادن حالة عامة ولا حالة خاصة؟ عامة. عامة طبعا. والحديد حالة خاصة. خاصة. طيب جميل. كده انتقال من العام للايه؟ للخاص. للخاص. هل النتيجة دي يا مستر احمد اكبر من المقدمات ولا اقل؟ اقل. اقل. يبقى برضو الاستنباط هو استدلال. ان هو نوع من انواع الايه؟ الاستدلال. نتيجته اقل من مقدمات. الله ينور على حضرتك. هو استدلال نتيجته اقل من مقدمات. اقل من مقدماته. او ممكن اقولها بقى بالطريقه اللي الكتاب بيتكلم عليها، ان الاستنباط النتيجه فيه لا تتجاوز لا تتجاوز ما جاء في المقدمات. وهنا بقى نبدا نقول اسئله صح وغلط كتير. النتيجه اقل؟ ايوه النتيجه اقل. النتيجه اكبر؟ لا النتيجه لا. جميل يا مستر محمد، انا استاذنك في فاصل قصير. ماشي يا مستر، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقا للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب
مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. ورجعنا لكم تاني، والمنطق للثانوية العامة مع مستر محمد عبد الحميد. اتفضل يا مستر. يبقى احنا اتفقنا مستر احمد ان الاستنباط هو الانتقال من العام الى الخاص، وان النتيجة في الاستنباط اقل من المقدمات، لا تتجاوز ما جاء في المقدمات. جميل. بل تكون اقل او مساوية في بعض من الاوقات. طب لو انا عايز احول كل المعادن تتمدد بالحرارة والحديد معدن والحديد يتمدد بالحرارة. جميل. بطريقة الاستقراء. طبعا احنا قلنا ان الاستقراء الانتقال من الخاص للايه؟ للعام. هقول الحديد معدن يتمدد بالحرارة، دي قضية وحالة طبعا خاصة. والنحاس معدن يتمدد بالحرارة برضو حالة خاصة. والفضة معدن تتمدد بالحرارة، دي برضو حالة ايه؟ خاصة. كفاية وبناء عليه ببدأ أعمم وأقول كل المعادن تتمدد بالحرارة، يبقى ده الانتقال من الخاص للعام. عايز أسأل نفسي السؤال اللي سألته هنا. النتيجة دي لما سألنا لقيناها أصغر من المقدمات. هل النتيجة، هل كل المعادن أصغر أم أكبر من الحديد؟ أكبر من. أكبر طبعا. هل كل المعادن أصغر أم أكبر من النحاس والفضة؟ أكبر من النحاس والفضة. إذن الاستقراء هو استدلال، إن برضو زي ما احنا قلنا هو نوع من أنواع الاستدلال، نتيجته تتجاوز مقدمات، أكبر أو تتجاوز. جميل. الله ينور على حضرتك. أكبر من مقدماته. كل الكلام ده يا مستر أحمد هو مش هيجي كده في الامتحان، يعني المعاني اللي أنا كتبتها على السبورة دي مش هتيجي بشكل مباشر، هي هتتحول لإيه؟ لأمثلة. لأمثلة. أبدأ أقول للطالب أحول هو استدلال نتيجته أقل من مقدماته، أو أجيب له أمثلة زي كده وشبيهة لده، وهنشوفها حالا طبعا في الأسئلة. تمام. وبرضو أحول الجملة دي أو السطر ده أو المفهوم ده أو التعريف ده برضو الأمثلة شبه الأمثلة اللي احنا اتكلمنا عليها، وأبدأ أقول له في الاختيارات هي استنباط ولا استقراء. الأهم أنه لازم يفهم أن الاستنباط من العام إلى الخاص، من الخاص، والاستقراء من الخاص للعام. الموضوع بتاعنا في الفصل الأول هو بيتكلم على النوع الأول من أنواع، أو النوع الثاني من أنواع الاستدلال، وهو مين؟ الاستقراء. الاستقراء. والاستقراء يطبق في العلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيمياء والأحياء. أما الاستنباط ده الموضوع الثاني، الفصل الثاني، بيطبق في العلوم الصورية اللي ملهاش علاقة بالواقع قوي، يعني اللي هي بتعتمد على الشكل والصورة زي علم المنطق أو علم الرياضيات. جميل. فكل تركيزنا في الفصل الأول هو بيتكلم عن النوع الأول اللي هو الاستقراء. طبعا الطالب هو عنده معلومه قديمه يا مستر احمد من تانية ثانوي ان الواضع الحقيقي لعلم المنطق هو ارسطو. الواضع الحقيقي لعلم المنطق هو مين؟ ارسطو. ارسطو قال انا عندي الاستقراء في نوعين. في كم نوع يا مستر احمد؟ نوعين. طيب النوع الاول ده اسمه استقراء تام او بين قوسين كامل. والنوع الثاني اسمه استقراء ناقص او علمي. يبقى ارسطو بيميز بين نوعين من انواع الاستقراء، رقم واحد استقراء تام، ورقم اتنين استقراء ناقص. جميل. برضو هنعمل نفس الـ 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 الشكل كده قبل ما اتكلم واقول ده ايه وده ايه، تعال نقول امثله افضل توضح المعلومه اسرع للطالب. جميل. طيب يا عم ارسطو، نعم انا عايز احكم على كل او عايز اعرف مستوى مقدمي البرامج في قناه الصحه والجمال. جميل. اقدر اعرف مستوى مقدمي البرامج في قناه الصحه والجمال ازاي؟ ارسطو قال لك انا عندي طريقتين. تمام. الطريقه الاولى تعمل اختبار، هما طبعا كلهم اساتذه افاضل، تعمل اختبار لكل مقدم على حده. كل مقدم، كل مقدمين البرامج تلاحظهم وتتابعهم وتحكم على كل مقدم فيهم على ايه؟ على حده. كل انا عملت كده مستر احمد، كل. جميل. كل مقدم. يا عم دي صعبه ممكن تاخد وقت مننا يا ارسطو. ممكن نقدر نعملها بس ممكن تاخد ايه؟ وقت. احنا عايزين نوصل لحكم سريع. قال لي ماشي، انا مثلا عندي في قناه الصحه والجمال مستر احمد ده مقدم برنامج مدرس على الهواء. جميل.
وعندي اكتر من برنامج تاني، في برامج دينيه، في برامج اجتماعيه، في برامج سياسيه، في برامج ثقافيه، في برامج اطفال، في في في. احنا ممكن نقدر بشكل عشوائي تمام ناخد عينه من المقدمين، عينه يعني مثلا نعمل اختبار لمستر احمد بشكل عشوائي، جميل، والمقدم اخر بشكل برضه عشوائي، والمقدم اخر، يعني هم مثلا 10 مقدمين نعمل اختبار لاربعه بشكل عشوائي، تمام، والناتج النهائي طبعا رقم واحد مستر احمد ده ممتاز جدا، رقم اتنين مثلا وليكن مستر محمد ده ممتاز جدا، رقم ثلاثة ده مقدمة عندنا اسمها مثلا هند دي ممتازة جدا، خلاص بما ان مستر احمد ومس هند ومستر محمود ده او مستر محمد دول ممتازين، يبقى نعمم على باقي مقدمي البرامج في قناة الصح والجمال ان هما برضو ايه ممتازين. يبقى انا عندي كم طريقة اقدر اوصل فيها الحكم؟ اتنين. يبقى رقم واحد التام بفحص كل الحالات، كل الحالات، وعندي رقم اتنين الناقص انا الفحص لا يشمل كل الحالات، الفحص يشمل عينة محدودة ثم نقوم بالتعميم، ثم نقوم بليه يا مستر احمد بالتعميم على الحالات المماثلة. طب اديني مثال اوضح او اديني يا مستر مثالين. هل الاستقراء التام ده اقدر استعمله في كل الحالات؟ تعال نشوف. لو انا امين مكتبة، رقم واحد امين مكتبة او مسؤول عن مكتبة في المدرسة وعايز اعمل جرد للكتب اللي عندي واشوف هل كل الكتب موجودة ولا في كتب ناقصة ولا في كتب ايه، هل ينفع استعمل مثلا الرف الاول الكتب موجودة، الرف الثاني الكتب موجودة، الرف الخامس الكتب موجودة، اذا كل الكتب موجودة؟ قال لك لا ما ينفعش، انت لازم تعد وتحصر كل كتاب موجود في المكتبة عندك عشان تتأكد ان كل الكتب موجودة ولا لا. طيب ماشي، يبقى امين المكتبة ده لما انا اجي اقول له في الاسئله يستعمل الاستقراء التام ولا الاستقراء الناقص؟ التام لازم، علشان لازم يفحص كل الحالات. طب لو انا مثلا دكتور تمام وعايز اعرف مدى يعني نسبه الانيميا في دم الانسان، لو انا بستعمل الاستقراء التام هفحص الدم ايه؟ البشر كله. كله لا طبعا مش هينفع. تمام. انا هنا هجيب عينه من الدم تمام وتحت الميكروسكوب بتاعي ابدا افحصها واحللها، واللي يطلع في عينه الدم دي اعممه على كل دم جسم الايه الانسان. طب لو انا عايز ادرس خواص مياه الامطار، عايز ادرس ايه يا مستر احمد؟ خواص مياه الامطار. عندي كم طريقه؟ اتنين. الطريقه الاولى بتقول لي اللي هي الاستقراء التام افحص كل الحالات، هل ينفع ونقدر نجمع كل حبات المطر اللي تنزل من السماء؟ ده يستحيل. ده ايه يا مستر احمد؟ يستحيل. فارسطو قال لك ما تزعلش، انا مقدم لك نوع تاني اخر هو الاستقراء الناقص، هات نقطتين ثلاثه وافحصهم وشوف، والخواص اللي تلاقيها في النقطتين ثلاثه دول تعمل له عمليه ايه؟ تعميم على باقي حبات الايه المطر او باقي المطر، وتقول مثلا مياه المطر دي من دراستي للعينه الصغيره فيها 1 2 3 4. يبقى انا عندي نوعين من انواع الاستقراء بشكل بسيط جدا. استقراء تام كامل الفحص يشمل كل الحالات لازم، تمام، ورقم اتنين استقراء ناقص الفحص لا يشمل كل الحالات لكن يشمل حالات عينه محدوده ويتم تعميمها. ايوه، ويتم تعميمها والانتقال منها الى التعميم على باقي الحالات المماثله. طب هو مين اهم ومين افيد لرجال العلم والعلماء؟ يعني مثلا لو انا عندي عايز اثبت ان الحديد يتمدد بالحرارة، عايز اثبت ان الحديد يتمدد بالحرارة، لو بالاستقراء التام يا مستر احمد لازم انا اجيب كل معادل الحديد اللي في الكون، كل الحديد صح ماشي انا ممكن اغيرها واقول معادن. لو انا هستعمل فكرة الاستقراء التام مضطر ان انا اجيب كل الحديد اللي في الكون. هل ده حد يقدر؟ ما اقدرش، صعب جدا، مستحيل. ما بالك لو قلت لك المعادن، ده انا الحديد بس اللي هو جزء من المعادن ما قدرتش. العلماء تعمل ايه؟ اجيب جزء من الحديد، جزء صغير وجزء كمان من الحديد اقدر، وجزء تالت من الحديد مفيش مشكله، وابدا اعمل له تجربه واشوف الحديد يتمدد بالحراره ولا لا. لقيت الجزء الصغير ده بيتمدد بالحراره ولقيت الجزء الصغير ده بيتمدد بالحراره، عمم اذا كل الحديد يتمدد بالحراره. هنا كده استعملت الاستقراء التام ولا الناقص؟ الناقص. يبقى التام ده تعرض للنقد لانه صعب استعمال الاستقراء التام في كل الحالات الا في الحالات اللي احنا بنقدر
عدد افرادها محدود او عدد افرادها اقدر احصره واقدر اعده. ساعتها اقدر استعمل الاستقراء التام او الكامل. لكن الناقص اقدر استعمله ففي الظواهر اللي عدد افرادها او تشتمل على عدد افراد لا نهائي، لان انا بدرس عينه وبعد كده بقى ايه؟ بعممها. طبعا احنا دلوقتي ان شاء الله يبقى احنا اتكلمنا كده، لو عملنا مسوده سريعه للي احنا اتكلمنا عليه النهارده يا مستر احمد، احنا اتكلمنا على رقم واحد على كلمه المنطق. المنطق وقلنا تتعدد تعريفاته. تعريفاته. واهم تعريف يوم طبعا والاكثر قبولا الاستدلال. هو الاستدلال. ورقم اتنين يعني قضيه جمله خبريه، يا اما صادقه او كاذبه، مطابقه للواقع بتبقى صادقه، مخالفه للواقع بتبقى كاذبه. ورقم ثلاثة الحجه. جميل. وقلنا الحجه دي هي مجموعه من القضايا. مظبوط. واما حجه او الحجه دي مجموعه من القضايا، بس انا القضيه بحكم عليها بالصدق والكذب، الحجه لا. في نوعين، بتبقى صحيحه او غير صحيحه، دي الحجه الاستنباطيه. يا اما قويه او ضعيفه، او ضعيفه دي الحجه الاستقرائيه. يبقى انا يستحيل اقول على الحجه صادقه او كاذبه. مكونات الحجه اللي هي القضايا هي اللي صادقه او كاذبه. يبقى رقم واحد منطق، رقم اتنين قضيه، رقم ثلاثة حجه. رقم اربعة اتكلمنا على الاستدلال. قلنا عمليه عقليه نستخلص من خلالها النتائج. طب الاستدلال كم نوع؟ عندي نوعين. رقم واحد استنباط واستقراء. ورقم اتنين استقراء. الاستنباط عكس الاستقراء. الاستنباط الانتقال من العام إلى للخاص الخاص. او من الكل للجزء. او النتيجه فيه اقل من المقدمات. والاستقراء هو الانتقال من الخاص للعام او من الجزء للكل. او النتيجه فيه اكبر من المقدمات. جميل. الاستقراء نفسه قلنا عند ارسطو فيه نوعين، يا اما استقراء تام كامل الفحص يشمل كل الحالات، عشان كده صعب جدا استعماله في كل الحالات. لان في ظواهر يا مستر احمد تحتوي على عدد لا نهائي. زي بالظبط حبات المطر اللي احنا اتكلمنا عليها. صح. زي بالظبط برضو الحديد. زي عايز اعرف خواص حبات رمال الصحراء. ده بالاستقراء التام هات كل الرمل وحبات، لا صعب جدا. صح. طيب ثم رقم اتنين استقراء ناقص. ناقص الفحص لا يشمل كل الحالات لكن يشمل عينه من الظاهره المدروسه، وبعد كده ببدا اعمم. جميل. هنشوف اسئله دلوقتي على الجزء اللي احنا قلناه، وبنامل طبعا ان تكون المحاضره افدنا بيها حبايبنا طبعا وطلابنا طلاب ثالثه ثانوي، وان شاء الله الاسئله دي تطبيق على الايه؟ على الدرس. احسنت يا مستر محمد، اتفضل. اتفضل. يا ريت مخرجنا الجميل بقى يبدا يجهز لنا الاسئله اللي مستر محمد مجهزها للطلاب بتاعه. اوكي، نبدا مع بعض كده بالصفحه رقم واحد. رقم واحد. اولا طبعا الاسئله اختر الاجابه الصحيحه مما يلي. رقم واحد، عند احصاء عدد طلاب المدارس نستخدم الاستنباط ولا الاستقراء ولا الاستقراء التام ولا الاستقراء الناقص؟ عدد طلاب المدارس بالنسبه لحبات المطر يا مستر احمد اقدر اعدهم مهما كان عددهم، بس اقدر اعدهم، يبقى استقراء تام. عايز اعرف عندي كم طالب في مدارس الجمهوريه. جميل. فكده الفحص والحصر يشمل كل الايه؟ الحالات، يبقى استقراء تام. رقم اتنين، نوع من الاستدلال. والاستدلال انا عندي نوعين، استقراء او استنباط. ننتقل فيه من العموميات لاحكام خاصه، من عام لخاص، يبقى الاستنباط. رقم ثلاثة، نوع من الحجج تكون فيه النتيجه اعم واشمل من المقدمات. النتيجه اعم واشمل من المقدمات، يعني المقدمات حالات خاصه والنتيجه حاله عامه، ده طبعا ينطبق على الاستقراء. رقم أربعة، لإحصاء يعني العد، لعد عدد أحجار الأهرامات نستخدم طبعا استقراء تام، لأن أنا مش هينفع أعد حجرين وأقول الباقي زيهم، لا ده أنا عايز أعد الأهرامات بتتكون من كام حجر، فلازم أعد وأحصر عدد الأحجار كلها، طبعا ده اللي بيحققه لي الاستقراء التام. رقم خمسة، نوع من الاستقراء يفتقد للقفزة الاستقرائية، أو بمعنى تاني نوع من الاستقراء ما فيهوش تعميم، الحالات كلها قدامك، يبقى الاستقراء التام. رقم ستة، الصفحة التانية طبعا. رقم ستة، إقامة البرهان على قضية كلية بالاستناد إلى فحص كل أجزائها لتأييد صدقها، ده يجسد الاستقراء. فحص كل الحالات، فحص كل الأجزاء، يبقى استقراء برضو تام. يقول المثل الشعبي، اكفي القدرة على فمها تطلع البنت الإيه يا مستر أحمد؟ لأمها. طيب هي يعني الام حاله عامه ولا البنت اللي حاله عامه؟ الام حاله عامه والبنت جزء خاص. منها. يبقى الانتقال من العام للخاص، ده طبعا ده تعريف الايه؟ الاستنباط. يبقى ده استنباط. طيب لو عندي تاجر، رقم 8، قد يستخدم تاجر الحبوب والغلال، تاجر الحبوب
قلم من الحديد ليحصل بيه على عينة من الحبوب ليحكم على جودة الحبوب والأغلال أو الغلال، أي نوع من الاستقراء يستخدمه هذا التاجر؟ يبقى استقراء ناقص، لأن أنا هاخد عينة وأبدأ أشوف إيه الصفات وبعد كده أعمم على كل الحبوب اللي عندي. 9، عند قيام معمل التحاليل بتحليل دم شخص مريض فإنه يستخدم منهج طبعا الاستقراء الناقص، هاخد عينة وأبدأ أحللها وأعمم. 10، تصنيف الحجج والكشف المنهجي للشكل المنطقي المشترك بين جميع الحجج الصحيحة، تشير هذه العبارة إلى المنطق لأن هو ده اللي بيفهمني أو بيخليني أقدر أميز ما بين التفكير الاستدلالي الصحيح والغير صحيح. والغير صحيح. صفحة رقم 3 أو السؤال رقم 11، استدلال نتيجته بمثابة قانون علمي، طبعا ده الاستدلال أو الاستقراء النقص. كلوب برنارد يذهب، السؤال رقم 12، يذهب إلى أن العلوم جميعا رياضية وطبيعية ونضيف إليها نحن العلوم الاجتماعية أو الإنسانية، هذه العلوم بأسرها تستخدمه للكشف عن المجهول. وإحنا قلنا الانتقال من المعلوم للمجهول هو ده معنى الاستدلال. يبقى الإجابة الاستدلال. رقم 13، حين ننتقل من الجزئيات إلى العموميات يعني من الخاص للعام، نستطيع الوصول إلى النتائج عن طريق ملاحظات متنوعة. طبعا أنا سمع الطالب بيقول ده من الخاص للعام، ده الاستقراء. جميل. 14، يعتبر الاستقراء التام نوع من أنواع الاستنباط، فده يعتبر ذلك صحيحا بسبب يكاد يكون مستحيل ننتقل فيه من المعلوم للمجهول، ننتقل فيه من المعلوم للمعلوم، ننتقل فيه من الجزء للكل. طبعا هتبقى رقم 1 يكاد يكون مستحيل في الحالات التي لا حصر لها. 15، عندما نريد أن نبرهن على أن كل الفاكهة مفيدة، وده آخر سؤال معانا، عايز أتأكد كل الفاكهة مفيدة إزاي؟ يستحيل أن أنا أجيب الفاكهة كلها وأدوقها، فبجيب عينة وبعد كده أعمم على كل الفاكهة. طبعا أجيب عينة ده على طول وأنا مغمض، يبقى استقراء ناقص. وبكده يبقى إحنا طبقنا مجموعة من الأسئلة على الجزء اللي إحنا شرحناها مستر أحمد. أتمنى طبعا أن يكون الطلبة استفادوا أكبر استفادة ممكنة من الحلقة بتاعت النهاردة. ربنا يخليك يا مستر أحمد. لو ليك أي رسائل سريعة كده في دقيقة للطلاب. أنا بس بتمنى من كل قلبي أن السنة دي تبقى كلها خير علينا كلنا، طلبة وأولياء أمور ومدرسين إن شاء الله، وعلى البلد كلها. وربنا يشيل عننا الغمة يا رب، والطلبة ما يعني ما تحملش نفسها فوق طاقتها. ما ينساش بس أن هو مش نظام جديد، هو بقى نظام بالنسبة له عادي، لأنه هو في سنة أولى ثانوي كان نظام جديد، وفي ثانية ثانوي كان نظام جديد، فهو في ثالثة ثانوي هو مش نظام جديد، هو اتعود واتدرب على طبيعة وصياغة الأسئلة. وإن شاء الله أنا بتمنى أن الوزارة بتاعتنا تبدأ تعمل لنا امتحانات تجريبي وتنزل لنا مجموعة من النماذج الطالب والمدرس يقدروا يسترشدوا بيها في ان احنا ازاي السؤال، طبيعه السؤال، طبيعه عشان تبقى مواصفات الامتحان تبقى محدده ومعروفه لكل الطلبه. طبعا بشكرك يا مستر احمد وبشكر اداره القناه على المجهود اللي انتم بتبذلوه في خدمه الطلبه، وربنا يا رب دايما تبقوا في المقدمه ان شاء الله. شرفتنا يا مستر محمد، ونتمنى نشوفك ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله. رب العالمين، وتمنياتنا القلبيه لكل طلابنا الاعزاء بالتوفيق والنجاح دايما يا رب. شكرا لكم جميعا. شكرا.